حضراتكم على الهوا في فقرتنا مع دكتور حمد عبد الدايم متحدث الرسمي لوزاره الزراعه، وبنتكلم على استعدادات الوزاره للعيد وكده. جالنا اتصال هاتفي، او انا يعني بعت لي على الهاتف النائب رائف تمراز انه طالب مداخله ضروري مع دكتور حامد. اتصلنا بيه وكلمناه ودخل عمل مكالمه هاتفيه، يمكن جزء من حضراتكم شفتوها. ببساطه شديده جدا قال بيوجه كلامه لوزاره الزراعه عموما، وبيقول لهم هو انتوا المنافذ اللي بتعملوها واللحوم اللي بتنزلوها دي، هو احنا عندنا مواطن بشرطه ومواطن من غير شرطه؟ هو مواطن القاهره بس اللي يتعمل له ده، لكن المحافظات ما يتعمل لهاش ده؟ فدكتور حامد قال له ليه يا سياده النائب بتقول كده؟ قال له لان انا نائب الشرقيه، وانا بقول لك احنا ما عندناش الكلام ده في الشرقيه، ما عندناش شوادر كفايه، ما عندناش المنافذ دي، مش موجوده زي ما حضراتكم بتتكلموا وتقولوا، واحنا مش عاجبنا فكره انه الاهتمام بالمواطن يكون في نطاق جغرافي معين، ولازم يكون في مساواه بين المواطنين في انحاء الجمهوريه. ده كان امبارح. الحقيقه ساعتها دكتور حامد رد وقال له انا اطلب منك انك تتواصل مع المهندس علاء عفيفي وكيل اول وزاره الزراعه في الشرقيه، واساله كده يا سياده النائب واعرف منه في شوادر ولا ما فيش شوادر وخلاص. واحنا حاولنا حتى نتصل بالمهندس علاء على الهواء، ساعتها كان تقريبا تليفونه مقفول او حاجه. خلصت الحلقه، لكن ما خلصش تفكيرنا احنا في الموضوع وفضلنا ورا القصه. الحقيقه زمايلي فضلوا ورا الموضوع لغايه لما وصلوا المهندس علاء عفيفي. يا باشمهندس عندكم شوادر؟ عندكم كذا؟ عندكم كذا؟ رد ايه؟ قال ايه الباشمهندس عفيفي؟ وهل في شوادر ولا لا؟ ده هنشوفه مع بعض، هنسمعه هاتفيا منه هو شخصيا، ونشوفه كمان ببعض الصور. ناخد هاتفيا المهندس علاء عفيفي وكيل وزاره الزراعه بالشرقيه. باشمهندس صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. كلهم طيبين. انا سؤالي يعني صريح كده وظهري، الشرقيه هل محرومه من الشوادر والمنافذ المختلفة اللي يعني بتشرف عليها وزارة الزراعة، ولا موجودة، ولا موجودة بس مش كفاية بصراحة؟ لا وحضرتك موجودة، لأن الشوادر معالي المحافظ مهتم بها جدا وبينسق معايا أنا شخصيا، أنا مع مديرية الزراعة ومع القوات المسلحة في توفير اللحوم بأسعار منخفضة عن السوق. عندنا شادر كبير هنا في الزقازيق، أنا في مدينة الزقازيق جنب السكة الحديد، ومع الكيلو فيه 100 جنيه و 90 جنيه، والقوات المسلحه عندي انا باستمرار بيشوف الاماكن اللي فيها اللحوم وفيها الاضاحي وبيجوا يشتروا، واحنا بنساعدهم وبنجيب لهم الكميات اللي هم عايزينها من الجمعيات التعاونيه للثروه الحيوانيه المنتشره في محافظه الشرقيه. عندنا 114 جمعيه تعاونيه للثروه الحيوانيه. طيب يعني في المجمل حضرتك يعني كمواطن اولا وكوكيل لوزاره الزراعه في الشرقيه شايف انه ما يوجد على الارض في الشرقيه هو كافي جدا بالنسبه للمواطنين؟ لا هو طبعا حضرتك انت عارفه ان اللحوم عمرها ما تكون يعني كافيه بالدرجه اللي هي مطلوبه، تمام، لكن عشان الاسعار هو اللي الحكومه بتتحمل سواء من خلال وزاره الزراعه او من المحافظه او من تحمل فعلا فروق اسعار عشان خاطر الدفاع على اسعار التغذيه. يعني في لكن مش كافي، في موجود لأنه عندنا شادر كبير وموجود وفي المراكز في شوادر صغيره لكن تمام. لكن الصوره ليست قاتمه كما يعني ظهرت لنا او تجلت لنا من النائب رائف تمراز وكيل لجنه الزراعه في البرلمان لما قال امبارح حرفيا انه الشرقيه ما فيهاش شوادر وما فيهاش منافذ وما فيهاش حاجه بتقدمها وزاره الزراعه للمواطنين. لا لا حضرتك، لا بالعكس، احنا عندنا المنافذ اللي هي من خلال جمعيات الثروه الحيوانيه المشرفه عليها التعاون الزراعي مستجيبين معانا حتى في الاسعار اللي اعلنها معالي الوزير، لا 50 و55 بالنسبه للجاموس والبنزار. طيب، على التوالي. تمام احنا قلنا الاسعار دي كلها امبارح. استاذنك يا باشمهندس بس ناخد طبعا حاجه قوميه. تمام استاذنك تمام، اصل كل الاسعار دي احنا قلناها امبارح بالفعل. استاذنك بس ناخد هاتفيا سياده النائب رائف تمراز. يا سياده النائب صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ايه يا فندم، ما في الحاجات موجوده يعني كميات مش كبيره لكن في، والمواطنين بيتكلموا انه في، وفي شوادر وفي منافذ القوات المسلحه وفي، انما يعني غير الصوره خالص يا سياده النائب اللي حضرتك يعني تحدثت عنها بالامس. اتفضل يا فندم. يا فندم، الشوادر اللي معموله في الشرقيه اللي عاملها القوات المسلحه واللي عاملاها المحافظه وليس وزاره الزراعه، ده اولا. تمام. ثانيا الموضوع طبعا
انا تواصلت مع الباشمهندس علاء عفيفي وكيل وزاره من اكثر من 15 يوم، وقلت له ان في شمال الشرقيه في مركز الحسينيه ومنشيه عمر والصالحيه الجديده وطاجوس ولاد صقر وكفر صقر ما فيهمش شوادر. كان رد السيد وكيل الوزاره اروح اسال، يكون عندك جمعيه ثروه حيوانيه ممكن تبعت لك، يعني لما هو يقول لي روح اسال الدكتور علاء عفيفي، الباشمهندس علاء عفيفي يقول لي روح اسال شوف ان كان عندك. ف يعني هو بيقول لحضرتك روح اسال عشان مش عايز يقول لك ولا عشان مش عارف المعلومه؟ لا مش عارف المعلومه، بيقول اسال. واذا كان عندك جمعيه استصلاح اراضي، قلت له انا مش عندي جمعيه اصلاح اراضي، انا عندي جمعيه ائتمان. قال لا تبقى مش ينفع تبقى عندك شوادر ولا عندك مكان. هو طبعا سمعني واتكلم، هو سمعني في الكلام اللي انا بقوله، ما هو معنى كده. فدي طبعا اذا كان يؤدي طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه والباشمهندس علاء عفيفي، الشوادر المعموله في الشرقيه ليس شوادر، وانا بقول بالارقام، ليس شوادر وزاره الزراعه. الموجود في الشرقيه ده المحافظ مع التموين مع القوات المسلحه، وده انا عارفه. انما اين شوادر وزاره الزراعه ومكتوب عليها وزاره الزراعه كده عشان انا اقدر احاسب؟ اشكرك يا سياده النائب. فين شوادر وزاره الزراعه يا باشمهندس؟ وفكره برضو انه يعني مع احترامي، ما هو احنا كده كلنا بنقول نفس الكلام، ان اللي موجود او المقدم في الشرقيه لابناء المحافظه جاي من القوات المسلحه، جاي من منافذ مختلفه، لكن مش من وزاره الزراعه يا فندم. يعني فين وزاره الزراعه بتعمل ايه للمواطنين من الشرقيه؟ هو حضرتك زي ما حضرتك ذكرت، هو الزراعه النهارده ليها اكثر من محور عشان توزع. النهارده لما يبقى في 114 منفذ ومغطيين المحافظات المجاوره، انا في عندي ناس بتيجي تاخد من المنافذ جمعيات الثروه الحيوانيه من الدقهليه ومن القليوبيه، وفي ناس بيتصلوا بينا عشان يجي ياخدوا من اسكندريه. دي منافذ بتبيع الاضاحي. الجزء الثاني اللي هي الشوادر، حسب المتاح هنا وحسب الاماكن، القوات المسلحه لما بتيجي النهارده، لما بتيجي تقعد معايا هنا ومع الطب البيطري الدكتور اشرف، وبيجي نصف معانا عشان نجيب عشان نطلع الاضاحي او نطلع الذبايح، ما بجيبها منين؟ ما هو نفس الجمعيات الثروه الحيوانيه بتاعت وزاره الزراعه. يعني هي النهارده لما بتساهم، هو لازم يكتب وزاره الزراعه كده بالخط والبلط العريض، ولا هو هيجيب منين؟ هو الحاجات دي كلها جايه من نفس الجمعيات اللي بتشرف عليها وزاره الزراعه. طب بقول لك يا باشمهندس، قول مين اللي يذبح بقى ومين اللي يكتب؟ مش هي مش القصه كده. لا ما هو القصه ان احنا نوفر في الاماكن. ثواني يا باشمهندس. لا حضرتك بتقول دلوقتي كون مين اللي يذبح ومين اللي يعمل مش مهم، المهم لا يا فندم مهم، مهم لان انا عايز كمواطن احس ان وزاره الزراعه بتاعتي المسؤول الاول عن الملف الغذائي في جمهوريه مصر العربيه. هي طبيعي ان حضرتك المسؤول الاول. ما انا بقول لحضرتك، ما هيجيب منين؟ ما عندي جمعيات الثروه الحيوانيه، عندي 114 مكان وموقع بياخدوا منه الحيوانات دي، بتتاخد منها اصلا من الجمعيه نفسها، من الانتاج بتاع التعاون الزراعي المشرفه عليه وزاره الزراعه. ما هيجيب منين؟ اروح اجيب من بره عشان يذبح؟ ما هو بيجيب من نفس الجمعيات بتاعت وزاره الزراعه اصلا. بشكرك جزيل الشكر باشمهندس علاء عفيفي وكيل وزاره الزراعه بالشرقيه. بشكرك سياده النائب رائف تمراز. حد عايز يقول كلمه اخيره؟ بس في حدود نص دقيقه عشان الوقت. بشكرك جزيل الشكر سياده النائب رائف تبراز وكيل لجنه الزراعه بالبرلمان. معلش بس هو الديبيت او الجدل ده حدث بالامس فعلا على الهواء، وكان في رايين عكس بعض خالص، راي بيقول ان فيه وراي بيقول ما فيش، يعني حتى ما كانش فيه تقارب. فاحنا بس تابعنا الموضوع عشان نعرف فيه ولا لا. هو فيه ولكن مش بالكميات الكافيه، فيه ولكن معنا. انا عندي على فكره زمايلي هنا، انا بيبلغوني زمايلي هنا، يعني معايا زمايلي في الكرو من صباح دريم من الشرقيه، بياكدوا ان في شوادر في محطه القطر في الشرقيه، عند محطه القطر. طب شوادر ايه يا شباب؟ يعني تبع قوات مسلحه ولا المحافظه؟ انا بسمعهم معلش، تحت رعايه المحافظ وفي وداخل فيها قوات المسلحه تمام، وزارة الزراعة ووزارة الزراعة والتموين للحق، الحق يقال يعني. طيب تمام.